عودي للمتابعة. أول شيء أنا بدي أعتذر منكم، تي في شوبينج بعد شوي، نسيت كارمن. تخيلوا انسى كارمن. حضروا حالكم، تليفوناتكم بعد شوي مع زودياك وكارمن. راح بتشوفوا طبعا شو بدكم تسألوا وبتجاوبكم، بس قبل خلينا نمرق عند هانيا ورشة ملح. لا ما بدي نو لا انا مش معقول ما مر... انا مش مع بدي لحظه خليكم معي ما فينا ها بس ما حطيت اللصوص ما حطينا بعد شوي رح نحطه، بس بدي فرجيكم ليش هالقد اصريت على الموضوع. بده يمرق العنب. الطعمه مش الحكي مش مثل الشوفه. زودياك صبحكم بألف خير. لا جوزيف اليوم أنا ما لازم ضب وروح. جوزيف هيئتهم طيبين كتير هدول الكيكات. يعطيك ألف عافية. أنا ضايع لحظة. بتاكلي بتعرفي ما بتشبعي يعني. كفر عن ذنبك وضيفني وحدة. بلكي تعوقتي. لا تارك لك وحدة خلصي وقربي. مسامح. anyway اتصالاتكم مباشرة على الهواء ابتداء من هاللحظة لبينما يوصل أول اتصال عندي ايميلات، بناخذ ايميلاتكم. بدك بلش بايميل؟ الو؟ اوكي الو بناخذ ليال. في عندي ليال مواليد 30 اب 82. في حدا؟ اوكي خليني اخذ. الو بونجورين معك ملكي. تفضل يا ملكي. بدي اسالك سؤال. انا صار لي فتره وضع مكركب. نعم. عندي صهر كثير منيح بس عم يسمع اخبار واشاعات، وانا مواليد 68 1 ايلول 1 ايلول 1968. اي ساعة؟ وصار لي فترة مكركب وضعي، صهري كتير منيح بس عم يسمع اشاعات وعم بأثر على حياتي. بس لحظة، بتعرف شي اي ساعة خلقاني؟ نعم. بتعرفي اي ساعة خلقاني؟ الصبح. اي ساعة؟ الصبح. طيب ما عم تسمعني هيك. الصبح يعني شي 10 الصبح. 10 الصبح، اوكي. طيب والاشاعات بتتعلق بشو؟ باي مجال عارف اطلع؟ بالنسبة لوضعي المالي والاجتماعي، و انه هل هي رح تتحلحل الامور معي يعني بالنسبة للمشاكل اللي مرقت فيها رح تنحل هلا ولا كيف؟ اوكي. وضحت الفكرة، شكرا يا ملكي لاتصالك. خلينا نشوف ملكي شو اوضاعه. اول شيء ملكي، انا اللي مبين عندي يعني من اللي انت سالتيني، انت عم تحكيني وعم بسالك، انا بالنسبة لي مبين في انفراجات. في عندك انفراجات مهمة قبل ما تخلص السنة. هلا الساعة ما رح كتير اعتمد عليها بما انه يبدو وكأنه منك كتير انه 10 الصبح. حطيت انا 10 الصبح، بس انا اللي بهمني هالمجموعة الكواكب كلها ببرج العذراء. هيدي المجموعة رح تحمل لك رزقة كتير كبيرة بخلال سنة، ابتداء فينا نقول من اب اللي مرق. من هلا لعيد ميلادك مفروض انت تكون انتقلتي الى مرحلة افضل واهم بكتير من هلا. هل يا ترى بتنحل المشاكل؟ مفروض انسان عادي طبيعي ماري عنده جوبيتر على 6 كواكب، مفروض تنحل عنده تقريبا كل المشاكل. مفروض الانسان الطبيعي تنحل عنده المشاكل. هلا المشكلة بشوفها بس لما يخلص صيف 2016. في عندي مشكلة تانية بدها تكون العلاقة بالصحة وحياتك الشخصية. عم بحكي عن زحل. لما بيوصل زحل للقمر عندك، القمر هو حياة شخصية، القمر هو الحب بحياته الإنسان، القمر هو الصحة أيضا. يعني جربي تحلي مشاكلك بظرف سنة. بصيف 2016 فيك ترجع تتصلي فيني ونرجع منركز أكثر على تأثيرات زحل. من هلأ بدك تبلشي، هيدي نصيحة مني. هلا علم الفلك هو الوقت، يعني أنا عم بشوف نوعية الوقت أنت مارقة فيها، المشاكل اللي مرقت فيهم، هلا واضح إنه في مجال للصلحة، في مجال لتحسين الأمور، في مجال لتقوي حالك، هيدي نوعية الوقت المارقة فيها. الوقت هو مثل التونيل، نحن ماشيين بتونيل من الزمن. في
بهالتونيل فترات حلوة فترات مش منيحة، في أوقات بتتدخل الأمور الجيدة بالعاطلة بتمشي نتفي لقدام مع الزمن، في مرحلة حلوة في مرحلة مظلمة، في قصص وحكايات بهالتونيل اللي نحن بنمرق فيه، هو تونيل من الوقت. هذا هو علم الفلك، والكواكب هي فقط عم بتدلني على نوعية الوقت، مش الكوكب يلي عم بيسبب لي هالمشكل، مش الكوكب يلي عم بيسبب لي الحادث، مش الكوكب يلي عم بيسبب لي المرض. الكوكب فقط للمواقيت، كلنا بنعرف حتى بكل الكتب المقدسة بنحكي تحكي عن النجوم هي للمواقيت فقط لغير. إذا الكوكب يشير إلى فترة كتير حلوة إيجابية أنت مرأة فيها، لكن من بعدها في عندي مرحلة زمنية بدك تهتمي فيها لصحتك. بناخد اتصال. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيك. كيفك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. كيفك كارمن؟ الحمد لله. تفضل. 3/5/61. نعم. 12 بالليل. اوكي. فري تاون سيراليون. يلا حطني بالجو، شو صار معنا بهالفترة؟ قلت لي انه بتموز وآب في ارتباط، بس يبدو انه ما بين شيء. لا يعني. قلت لي اخر مرة اتصلت فيني هون انا بذكر، قلت لي مبلا في حدا، وفي حدا حتى بالعلامة قلت لي حدا من برا. ما مشي الحال، ما مشي الحال. بدك تخبرني الحقيقة، أنا بعرف متذكرة. والله ما مشي الحال والله. اوكي. اوكي. يبدو انه المشكلة مادية معي شوي، لأقول لك الصراحة. اوكي. طيب خليني أشوف، شكرا لاتصالك، تابعني على التي في، خليني أشوف شو الموضوع. الأمور المادية المشكلة هلا، بس لما اطلع في عند القمر بصراحة، القمر عندك هلا الحياة الشخصية، القمر الموجود ببرج القوس، وأنت بتعرف إذا متابعني إنه زحل، الزحل موجود ببرج القوس. أوكي. وبصراحة رح بتضل هالأمور لسبتمبر 2016. اوكي، ل 2016 في عندي مشكل زحل مع القمر عندك. هلا بتقول لي امتى بلشت؟ بقول لك القصه بعد حتى ما وصلت، يعني انت هلا عم نحكي عن طراطيش تقريبا لزحل يلي عم بيقرب شوي مش كثير، عم بيقرب على الامور الشخصيه. العلامه الحلوه، الاشاره الحلوه يلي بشوف لك اياها بصراحه، يلي بشوف لك اياها بصراحة، هي كان مفروض تكون جوبيتر مع بلوتو بشهر سبتمبر من شهر، بخلال الشهر الماضي، هيدي كانت العلامة الأقوى، هيدي هي الإشارة الأقوى للحظ عندك، قطعت. هلا ما معناتها إنه راح الحظ كليا، لكن فيني أقول إنه خف، فيني أقول إنه خف. مطلوب منك نوعا ما هلا تداري الامور، تنتبه لي لصحتك، الصحة نمبر 1 دايما بعلم الفلك والحياة الانسان، داري لي وضعك الصحي، اهتملي شوي بصحتك، وقت هلا تقوي حالك، إذا في شيء من سيمتومز أو وات ايفر ما تهملها. في عندي سفر، أنا بعدني واقفة هون، في عندي سفر. أنا ببين عندي إنه باب السفر رح يضل مفتوح قدامك، وكل ما قربنا على 2016 بصراحة، كل ما شفت موضوع السفر هو اللي عم بيصير أقوى. عاطفيا بصراحة ما عاد شايفة شيء هلا حاليا، خليني أشوف، خليني أشتغل على الموضوع الصحي بصراحة، خليني أركز عليه أكثر. شكرا لاتصالك. ناخذ هلا؟ يا حبيبتي. تفضلي. معنا على الهواء. انت معنا على الهواء، تفضلي. الو، بونجور. بونجورين. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا اهلا وحياتك. انا بدي اعرف عن بنتي، خلقانه ب 22 كانون اول ديسمبر 86. نعم. بساعة 3 بعد الظهر تقريبا. نعم. سؤال. بدي اعرف كل شيء، هي كانت موظفه وهلا ظهرت من شغلها وحاليا بالبيت. بدي اعرف في عندها مجال امل هلا ترجع تشتغل وصحتها، وبدي اعرف كمان اكثر شيء كمان حياتها الشخصيه. في عندها شخص عم تحكي معه، بدي اعرف اذا بتكفي بصير شيء اجنبي، يعني شيء بحياتها الشخصيه. اجنبي، اكبر منا، اصغر منا؟ الو. لا مش اجنبي، لا لبناني.
اصغر منها لبناني وانه قريب لالها قريب لالها. اوكي هي تركت ولا تركوها الشغل؟ اصغر لا تقريبا بمجيلتها اكبر شوي. سؤال هي تركت ولا تركوها الشغل؟ لا تركوها الشغل، هي في كانت شغلتين، وحده هي تركتها والثانيه هن تركوها. اوكي وضحت الصورة، شكرا لاتصالك. خليني اشوف انا شو الوضع. اذا عم بحكي تقريبا على الساعة صحيحة، بنتك انا بشوف في ثلاث علاقات، ما راح اقول ثلاث زيجات، خلي ركز على العلاقات. بعلم الفلك الشخص يلي نحن بنرتبط فيه عاطفيا من دون ما نكون تزوجنا عليه بالمحاكم او ب وات ايفر بالوراق، علم الفلك بيعده شخص. يعني اوقات في اشخاص بينغرموا باشخاص سنين وسنين وسنين، مثل ايام زمان ما بيتجوزوهم بيرجعوا بيتجوزوا شخص ثاني. بعلم الفلك ببين انه في شخص ثاني بحياتنا. لذلك شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك انه ببنتك، بحياه بنتك في ثلاثه، في ثلاث اشخاص. مش بالضروره تنقذي تقولي لي ثلاث زيجات، بنتي بدها تتجوز ثلاث مرات، مش بالضروره. ما بعرف وما راح اسالك، هي بتعرف إذا انغرمت بحياتها مرة مرتين أو ثلاثة، في ثلاثة مهمين بحياتها. المشكلة إذا عم بيشتغل على ساعة صحيحة، زحل موجود ببيت الزيجي، ببيت الارتباطات، which means إنه لما زحل بيكون موجود هون، هيدا معناتها إنه الزواج حاليا ما في زواج. المشكلة الثانية عند بنتك إنه هيدي المنطقة هي أيضا منطقة الكونترايات، منطقة الشغل. زحل كمان موجود هون، وبالتالي مشان هيك سألتك إذا هي تركت أو هن تركوها. لأن إذا قلتي لي هي تركت كنت لازم أقول لك يا ريت ما تركت. هن تركوها معناتها بلش زحل بالبيت السابع يعمل إفكت ويترك تأثيراته السلبية. شو معناتها؟ أنا برأيي بدها تدبر حالها، بمعنى بالتي هي احسن، تمشي حالها باي شغله بتقدر تحصل عليها حاليا، لانه انا مني شايفه حاليا في نوع من استقرار كثير كثير كبير، لا عاطفيا ولا حتى مهنيا. هلا بتقولي لي ما في شغل، ما في شيء على فتره قد ايه؟ بقول لك لحتى فلكيا نرتاح من هالموضوع في عندي سنتين. بترجع بتساليني بتقولي لي هل يا ترى بدها تقعد بنتي سنتين بالبيت قاعده بالبيت بلا شغله وبلا زيجي؟ بقول لك فيها تتعرف على اشخاص، في مجال يكون في يمكن على الارجح شخص بحياتها، بدها تشتغل على هالموضوع. الحلو انه اذا نتفي زحت شوي ساعه الولاده يلي معقول يكون فيها شويه ارر، يعني فيها شويه خطا، في مجال انه يكون في عندي نوع من حب في حياتها، يعني في علاقه بحياتها. الشغل انا برايي بنتك من الاشخاص يلي بدها تمشي حالها بالتي هي احسن. وفي عندي نقطه ثانيه بدي اقول لك اياها، بنتك محور القمر وقت اللي خلقت موجود ببرج الحمل، انسانه تتردد، في عندها تردد وفي عندها حيره باتخاذ القرارات، هيدا معناتها بنتك في عندها نوع من عدم قدره على تحديد او تحديد اكزاكتلي تحدد اذا هل يا ترى العلاقه جيده، هل يا ترى بكمل، هل يا ترى باخذ قرار. في عندي نوع من حيره وتردد، احيانا بتضيع الفرصه. بتمنى يكون في نوع من كونفيدنس، في اخذ وعطاء بينك وبيننا، لحتى يمكن تقدروا الاهل، دائما انا بعتبر انه الاهل هن اكثر اشخاص بيقدروا ينصحوا الاولاد، لانهم نيتهم دائما، النوايا طبعا عند الاهل هي الافضل والانقى. اوقات بحس جوزيف انه يمكن اوقات الاصحاب مش كثير بينصحوا الشخص بطريقه خاصة الاعمار طبعا، لانه في غيره، في حسد، البير كومبيتيشن. سو انا برايي دائما الاهل اذا في صبايا عم يسمعونا او حتى شباب عم يسمعونا، اسمعوا مني واسمعوا من اهلكم، لانه الاهل هن بيضلوا الافضل وبدوا مصلحتكم اكثر. ناخذ اخر اتصال. الو ما بقى في اتصال، ما بقى خلص الوقت. الو بلا في اتصال. الو الو صباح الخير. يا اهلا وسهلا. مدام ابني تفضلي. 20 1 20 94 ما عم بسمع. 20 20 1 94 نعم. اي ساعه؟ بين 7 و7 وربع مساء بغداد. نعم. السؤال المفروض عنده سفر للدراسة خارج العراق خلال هاي الأيام، خلال هالفترة؟ أفقد... نعم، بس صار تعثر القبول، مدى يجي للدراسة مالته.
اوكي شكرا لاتصالك، وضحت الفكره. خلينا نشوف موضوع السفر الدراسي بالنسبه له. تعثرت القصه، اوكي شو تعثر عنده؟ خليني اشوف شو الموضوع. باب السفر بالنسبه للسفر، باب الهاي انا برايي يمكن اذا تعثرت معه موست بروبابلي السنه المقبله هي السنه اللي رح تفتح له باب الدراسي على مصراعيها. هلا بالنسبه له بس اشوف شغله، اذا هي اللي وقفت هيدي فاندو هيدي فاندو هيدي فاندو، الشمس رح بتكون هون هون، مشيت صارت هون، هلا ماشي الحال. بس اذا تعثرت ما بيكون وقته بصراحه. جوبيتر بعده موجود ببيت المصاري، يعني بعد في شيء لازم يقوي حاله فيه قبل ما يصير صيفية الجاي. باب السفر أو باب الدراسة هو الأوضح إذا عم بيشتغل على ساعة صحيحة. ما تعتلي هم، بعد في مجال إنه ابنك يسافر. هذا كان آخر اتصال لليوم، بتمنى لكم نهار كتير حلو. عودة لعندك جوزيف. شكرا لك كارمن، شكرا لك. شوفك بكره الصبح على الراد ببدايه عالم الصباح. لكل المشاهدين نحن وياكم بريك قصير، ومن بعدها بنكون مع ورشه ملح مع هانيا، وتي في شوبينج مع دومينيك.